الخير كثير والحمد لله، ولكن يحتاج إلى احتساب وإلى مبادرة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا وسارعوا، لأن الفرصة تنتهي والأجل ينتهي. يجب على الحاج والمعتمر أن يؤدي حجه وعمرته ابتغاء وجه الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ربه عز وجل ويجله، لأنه عظيم وهو أكبر من كل شيء، وهو عليم بما نفعل وما ننوي وما نقصد، عليم بذات الصدور. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، إذا كان الحسنة مثقال ذرة يضاعفها الله أضعافا كثيرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله يضاعف إلى 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. فالخير كثير والحمد لله، ولكن يحتاج إلى احتساب وإلى مبادرة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا وسارعوا، لأن الفرصة تنتهي والأجل ينتهي. فعلى المسلم ما دام متمكنا أن يبادر ويكثر من طاعة الله عز وجل لتكون زادا له عند الله. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي الزاد عند الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.